السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا مثلا أرقام مع كتابات، يعني مثلا 90 متر مثلا، وبعد كده عندي مثلا 30 متر، وعندي 15 متر، وعايز أبدأ أجمعهم، فبدوس على علامة الجمع اللي هي اتصال، تمام، وديته دول مش هيقدر يجمعهم. طب ازاي اجمع حاجة زي كده؟ طيب هكتب انا الارقام اللي انا عايزها، خلينا نكتبهم هنا. مثلا هنا 11 10 15 40، وبعد كده اعمل سيلكت على دول ورايت كليك واقول له فورمات سيلز واختار كاستم، واقول له ان انا عايز التايب بتاعي يبقى عبارة عن السامبل وجنبها كلمة متر، واقول له اوكي. فهو جمعهم لي، بس هو حط المتر الاول، فهقول له لا، طب رتبهم لي رايت تو ليفت، وهاجي هنا واقول له اوت سام، هو اوتوماتيك ارى اللي فوق فاصبح المجموع. في اي لحظة عايز تعدل هتلاقي 11 دي خليها مثلا 55، هيبدأ يجمعهم.